نرجع تاني للاحتفاليه الكبيره، وحضرتك اتكلمت عن كلمه كابتن محمود الخطيب، ويمكن زي ما حضرتك قلت كان فيها بعض الرسائل. ايه اهم الرسائل اللي شفتها في كلمه كابتن محمود؟ اعمل في صمت. اعمل في صمت. شوف شوف انت شوف التعبير. اعمل في صمت. صحيح. ودع المنتقدين، يعني ممكن تتقبل الانتقاد، لانه في نوعين من الانتقاد يا كابتن، يعني في البعض بيخلط بين امرين، في انتقاد ايجابي يعني بناء على نقد بناء ونقد هدام، في النقد الايجابي اللي انا بعرض لك بعرض المشكله بتناول باسلوب واطرح كمان الحل، لو انا شايف بنصحك كنجم كبير وبقول لك خلي بالك من 1 2 3 4. الكابتن النهارده يعني انا اتفاجئت بامانه بالسؤال، يعني يعني سؤال مفاجئ برضه لرئيس النادي الاهلي بيتكلم على احد نجوم يعني الكره المصريه طبعا محمد صلاح، ومحمد صلاح واجهه مشرفه بامانه شديده رغم برضه رغم ما يقال وما يتعاد، لكن انه يتكلم عنه كمان نجم بحجم محمود الخطيب برضه في اللقطه شيء مهم جدا، كلمات مهمه جدا. انك انت ما ننساش ان محمد صلاح كمان في استلامه الجائزه كان جائزه احسن لاعب في البريمير ليج قال انه كابتن محمود الخطيب ملهم يعني طبعا يعني انت عاوز اقول لك ايه، انه رساله مهمه جدا انك ازاي انك انت تشتغل فعلا وتدع بس المنتقدين، يعني ايه الا تشغل بالك ولكن عليك ان ممكن تسمع وتشوف وترى ايه النصيحه الموجوده في اذا كان في هناك نقد موجه ليك على شيء انت يعني خطا ارتكبته عن توجه او مسلك انت عملته ممكن استفيد من الكلام ده. لكن هو محمد صلاح على ما يبدو انه الفتره الحاليه ممكن بعد الحوار اللي عمله مع اس الاسبانيه في حاله من الارتباك، كلنا يمكن حضرتك متابع وكلنا متابعين وكل منتظر ايه المشهد، هل هو حتى النهارده يمكن في تصريحات نجوم ليفربول الكبار بيقول لك محمد صلاح لن يترك ليفربول، محمد صلاح مستمر مع ليفربول، محمد صلاح تاريخ ليفربول سيكون لاعب، يعني عندهم ايه على ما يبدو ان هناك شعور بانه بعد الرسائل اللي راحت حوالين ريال مدريد حوالين برشلونه هل ممكن محمد صلاح نشوفه السنه الجايه مثلا في لكن كان كلمه الكابتن محمود كمان كانت كلمه متزنه جدا لمحمد صلاح. لا 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 بص مقتضبه يعني ايه من يعني كلمتين وثلاثه يعني ما فيهمش زياده، اشتغل يعني حافظ على نفسك وسيب بقى الكلام اللي بيتقال ارميه ورا ظهرك وما توقفش عنده، علاقتك مع ربنا لازم تكون علاقه مميزه، شوف الكلام النقطه دي وقف عندها كويس، علاقه لما تكون علاقه جيده مع ربنا في حاجات كتير محمد في حاجات كتير لا في حاجات يعني جدا كمان. لا لا في حاجات كتير انت محمد مين الناس نحسبه على خير، حد مهم حد لعيب يعني انسان عنده برضه بعد نظر عنده ارتباط وبلده حتى رغم كل ما يقال رغم الظروف طبعا النجوميه وال